في نظام الماكوجي ما كلنا عارفين، بإمكانك أنك تكبر حجم أي نافذة بحيث أنها تأخذ وضعية من الشاشة بأنك تضغط على أيقونة هذه، وقتها راح يختفي البار العلوي وأيضا راح يختفي الدوك، وتقدر أنك تظهرهم بأنك تحرك الماوس للأعلى أو للأسفل. لكن كثير ما يعرف أنه لو ضغط على زر الأوبشن فراح تتحول هذه الأيقونة إلى علامة الزائد، وقتها راح يكبر النافذة بما يناسب محتواها. ففي حالة الصفحة هذه ما راح أقدر أحرك النافذة يمين أو يسار لأنه عرضها بشكل كامل، لكن أقدر أني أحركها بشكل عمودي مثل ما احنا شايفين الآن. السؤال واللي كثير ما يعرفونه أنه أنت تقدر أنك تكبر حجم النافذة مع الاحتفاظ بظهور البار العلوي والدوك بأنك تروح عند أي طرف من أطراف الشاشة وتضغط ضغطتين بالماوس، وقتها راح يتكبر النافذة مع الاحتفاظ بظهور البار العلوي وأيضا الدوك. طبعا هذه الطريقة ما تنفع مع كل البرامج، على سبيل المثال تطبيق الآلة الحاسبة وأيضا الإعدادات ما فيها هذه الخيارات لأنه أصلا ما فيها وضعية من الشاشة. أتمنى تكون المعلومة مفيدة وجديدة لكم، وأيضا لو كنتم حابين تلميحات أكثر عن تكبير النوافذ والتعامل معها في نظام الماك راح أحط لكم رابط لقائمة تشغيلية تكلمت فيه عن التحكم بالنوافذ بشكل أفضل في نظام الماك. ولو كان عندكم أي سؤال أو استفسار اكتبوه تحت في خانة التعليقات أو اسألوني على حسابي بسناب، ولا تنسون تشتركون بالقناة. يعطيكم ألف عافية ونشوفكم إن شاء الله مع فيديو قادم.